رئاسة الوزراء أو الحكومة. لا سيدي، إحنا اليوم جايين بواجب العزاء. هذا فقيدنا كلنا، وقدم الكثير إلى بلده الأردن، حول الكثير من النصوص إلى مواد استقبلها المواطن الأردني الشاب والطفل وكبير السن بطريقة رائعة، فصار في استيعاب لثقافتنا ولتراثنا بشكل مختلف عن الشكل التقليدي. المرحوم أخذ جوائز عربية على عديدة، رفعت اسم الأردن عاليا، وبالتالي هؤلاء إرثهم يبقى معنا إلى طالما حيينا، ويصبح جزء من تراث الأردن وجزء من التراث العربي بشكل عام. مصابنا واحد في هذه المرحلة، نقول للأسرة الفنية الأردنية إحنا لن ننهض إلا بالثقافة وإلا بالإبداع، وبالتالي إن شاء الله سنعطي هذا الجزء الهام جدا والأساسي، وهو حجر الزاوية لبناء مشروع نهضوي حقيقي على كل المستويات، وبالتعاون مع هؤلاء الفنانين اللي أعطوا حياتهم وروحهم لما يؤمنوا به من قيم ومن فنون ومن إبداعات. فنقدم واجب العزاء، هذا مصابنا جميعا، لأهل الفقيد، للمجتمع الفني وللمجتمع الأردني والدول والمجتمع العربي بشكل عام. هذا فقيدنا ورحمة الله عليه، وستبقى ذكراه في قلوبنا إلى الأبد. الله يعطيكم العافية.